في حلقة جديدة من راديو الحق المغاير للحياة برنامج بيت العيلة بنسمع الجملة دي كتير الحقيقة وبنيجي عند مفترق طرق عايزين نختار اختيار إن كان هندخل كلية إيه أو هنشتغل إيه أو إيه الاختيارات بتاعتنا وجملة تانية بنسمعها كتير اختياراتك بتحدد الحياة بتاعتك هل حقيقي زي ما بيقولوا ثانوية عامة هي دي سند الحياة اللي جاية كلها وفي السنه دي يا اما بتحدد حياتك الجايه كلها هل ده حقيقي هل السنه دي انا شخصيا بقول هل تستحق كل هذا القلق تستحق كل هذا الانزعاج من الناس نفس الامر هل الشغل هو اللي بيحدد قيمتك هل الكليه بتاعتك هي اللي بتحدد انت مين ومكانتك في المجتمع وكمان بتحدد الماديات بتاعتك كل الاسئله دي هنعرف اجابتها النهارده معانا في حلقتنا مع اخت انجي اهلا بيكي اخت انجي اهلا بيكي يا كريستين بننبسط كل مره احنا معاكي فيها لا اكتر <applause> ملوك وملك وك وك وكتابه حقيقي <applause> هي لعبه ملك ولا كتابه هي كان المفروض اجيب كوين معايا <applause> يعني أحنا <ملك> نلعب <ولكتابة>. اللعبه النهارده <applause> اه هي الاسم فعلا يعني شبه لكده <applause> آه حتى في الاعلان بتاعنا حاطين علامه كوين خدتي بالك وشكل آه. <applause> لكن لا طبعا يعني مش ده اللي <applause> <applause> بس هي ماشيه مع موضوع الاختيار آه ويعني الفكره حتى الاسم اللي هو ملك ولا كتابه هي فكره الحظ عارفه انت احنا عايزين نعمل قرعه او احنا محطوطين في حيره اه فاقول خلاص اوكي تختاري ملك ولا كتابه فتقولي بس كذا فنعمل اه اه كذا اخترنا اه ال فهي بالظبط ال يعني الدنيا الامر بنختاره كده فكره الحيره او اعمل ايه ففي الاخر نعمل قرعه ونختار حاجه <applause> لكن مش ده اللي مقصود بالحلقه اخدي بالك انه مش بنقول ملك ولا كتابه احنا بنقول ملوك وكتابه آه ف فلا الامر يفرق كتير طيب آه نقصد بايه آه نقصد بده ان احنا الملوك دي احنا الملوك هتكلم شويه عن فكره الملوك دي لاني لقيت ناس كتير كمان مش عاجبها قوي فكره زمن خروج الملوك وعمالين نحكي على الملوك و يعني عارفه حاسينها انها عدت مننا قوي يعني الحكايه زايده ايوه يعني ملوك ملوك كده يعني لا النهارده شويه عايزين ناكد على ده لإني عايزة أقول حاجة إحنا برنامجنا بيتكلم عن بيت العيلة زي ما أنتِ عارفة مش نقصد بس الأسرة إحنا بنقصد كمان الكنيسة بس ما هي الأسرة والعيلة هي زي البذرة أو الخلية اللي معمول منها الكنيسة فإحنا عبارة عن عائلات صح كده؟ صح فلو بابا وماما مش مقتنعين قوي بالفكر اللي إحنا بنقوله مش مصدقين إن إحنا ملوك وعن الكتابة اللي هنحكي عنها استحالة بقى نقعد نحكي على الولاد يعني ما هي دي القصه اللي عامله لنا دوشه يعني اللي انا وبابا وماما مفتقدينه في حياتنا هيطلعوا اولادنا بالتالي مفتقدينه نبقى بنعلم حاجات وبنقول حاجات واولادنا مش لايقين مش لاقيين معاهم نتائج في حياتهم ده هدف حلقتنا النهارده عايزين نوصل انه احنا الناس ماشيه غلط كاني بتدور اعرف مشيئه ربنا ازاي في الاختيارات اللي انت حكيتي عليها وكانها مبهمه واحنا عايزين نحاول نسمع صوت ربنا بقى فاجي للخدام واجي للرعاه ونيجي لخدام الشباب وخدام مدرسة الاحد و يعني كل هنا ويجي بابا وماما نعمل ايه مع ابني او انا اعمل ايه في شغلي او او الشاب حتى اللي جاي يرتبط اعرف صوت ربنا ازاي في الارتباط طب اقعد في مصر ولا اسافر فالفكره دي فاعرف منين صوت ربنا يبقى كاني في مشيئه مستخبيه واحنا طول الوقت عمالين نبحث وكاننا بنطارد الله ومش عارفين نوصل ونحل المشكله فربنا حاطتنا بصراحه في حته سيئه قوي مخبي المشيئه دي في حته مش عارفين نوصلها واحنا عايشين في حياتنا معذبين الكلام ده غلط احنا جايين نقول لا المملكه بتاعتنا اللي فيها الملوك اللي هو احنا احنا اوريدي معانا الكتابه اللي مكتوب فيها نعمل ايه ونسوي ايه اه مش مكتوب هتتجوز ناديه <applause> ومش مكتوب انه هتشتغل في الشركه الفلانيه في مدينه نصر <applause> يعني مش مكتوب كده بس فعلا لو انتبهت للكتابه اللي بنحكي عليها النهارده انت هتعرف توصل بسهوله لو مشيت ورا الطريقه والعنوان هتلاقي نفسك قصاد المكان اللي انت بتدور عليه والامر سهل جدا بالشكل ده فخليني اقولك الاول نحل مشكله فكره الملوك اوكي فلان احنا ملوك وكتابه كذا طيب وده عايزه اقول ايه ده الهدف ده لب الموضوع ده القلب لو انا عرفت انه انا اوريدي ملك مفيش ملك ولي بيولد ولي عهد يعني جايب ابنه فابنه يا عيني طالع مش <applause> عارف انا انا ايه في الدوله؟ اه هيبقى ايه في <applause> الدوله؟ او هيطلع دكتور ولا مهندس ولا هيلاقي شغل لما يكبر ولا لا؟ ويا ترى شغله هيكفيه حياته ويا ترى <مم> الست اللي هيتجوزها دي هيعرف ياكل عياله. هل شفتي حد تخيل الحكايه دي قبل كده؟ هل في ملك إيه 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 ابنه لما اتولد احتار الحيره دي او ملك قعد يفكر كده دخلت عليه الملكه مثلا في وقت بالليل يا حضره الملك مالك يا جوزي يا حبيبي قال كنت هم العيال بصراحه مش العيال عارف هيشتغل ايه, ايه استحاله صح شوفي انا وانت بنضحك بس انا بقول كده علشان نفكر مم. طيب هل لما بنقول ان احنا ملوك ده كلام يعني اوفر قوي وطالع قوي كده مننا خلينا الناس تقول ده نظري مره آه. حد قال الجمله دي ده الكتاب بيقول كده ده مش كله مش كله يعني ينفع يتعيش. طيب عايزه اقول لك انه الكتاب ده اللي احنا بنحكي عليه اللي هو كلمه الله اللي هو ملوك وكتابه هي دي حياتنا. دي الخريطه ودي حياتنا وده السي في بتاعنا. ليه بقى هو شايف انه ده نظري؟ لانه شاف المؤمنين طول عمره قبل كده يعني الخبرات اللي عنده اللي موجوده قبل كده بيقولوا كلام في الاجتماعات وبياخدوا حاجات في العظات بس ما بيطبقوش ده هما بيعيشوا حياه تانية فبالتالي الامر بقى نظري، زي كانك واخده معلومات عرفتيها او او قلنا لك مثلا طريقه اكله معينه بس قلنا للاسف المنتجات بتاعتها في الهند هيش عندنا، بس اكله جميله جدا جدا جدا،, جداً. بس ما هي الحاجات بتاعتها انت مش هتعرفي تشتريها وعمرك ما هتدوقيها، يبقى كده انت بتعرفي تعملي الاكله دي نظريا. لكن عمرك ما عملتيها وغالبا مستحيل لان الحاجات بتاعتها في الهند ف ما كنت شوقت بس اهو ده بالظبط اللي بيحصل مع المؤمنين لما بيقتنعوا ان الكتاب ده غير قابل لل ان احنا نعيشه دي كلام عزات كلام جميل جدا بنقول كلام كده حلو وكبير كبير انما ده كلام روحي احنا عايزين كلام ايه بقى عملي يبقى هنا فصلنا ما بين الروحي وما بين العملي ودي المأساة، شوفوا بقى، لو المأساة والخناقة دي فضلت موجودة عندنا استحالة هتعيشوا اللي احنا بنقوله. هنفضل احنا الناس الروحيين، احنا بس اللي بندوق، واحنا بس اللي بنروح الهند نجيب ونطبخ، <applause> وانتوا لا، لكن لو جيتوا معانا وعرفتوا هتدوق يبقى هي الفكرة تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الفكرة إني أصدق وأعيش وأطبق فهدوق. <applause> فاللي انت قلتيه ده صح احنا لما نقول المملكة بتاعتنا مملكة روحية هذا لا يساوي انها مملكة خيالية او معنوية يعني لما اقول روحي مش معناه اه دي حاجة معنوية تقديرية يعني انت ملك مع وقف التنفيذ عارفة ملك صورة بس دي مش الحقيقة لا المملكة بتاعتنا مملكة حقيقية اكتر من اي شيء انتم متخيلين خليني برضه ادقك يا اخت إنجيل ده دلوقتي ولا بعدين؟ لا دلوقتي ما انا ممكن اقول لها هي روحيه بس في السماء ده حقيقيه وموجوده وهنروح ولو احنا لسه في الحته دي اللي هو حقيقي هنملك في الملك الالفي مثلا مم. اللي بيؤمن بالملك الالفي في ناس مش بتؤمن كمان انه ملك حرفي لكن لو انا هاجلها لبعدين خالص لا مش الكتاب بيقول ايه؟ في رؤية واحد ستة وجعلنا مم. ملوك وكهنه لله ابي له المجد والسلطان الى ابد الابدين جعلنا جعلنا ملوك وكهنه او كهنه ملوكيين يعني يعني احنا خليط كده ده دي حياتنا دي رتبتنا ده شغلنا دي معيشتنا هو ده كمان احنا بنتولد في المملكه بتاعتنا كده احنا بنتولد ملوك فما فيش ملك ابدا تايه الملك بيطلع يلاقي حواليه ناس محققين له كل حاجه اكله وشربه دي من البديهيات كمان حواليه ناس بتعلمه ناس بتحتضنه بيعلموه ازاي المملكه تاريخ المملكه بتاعته اللي مطلوب منه الملوك السابقين عملوا ايه في سلسله العيله صح؟ فهو بيطلع يتعال ياخد كل الفكره دي وعنده كمان المشاكل او التحديات اللي في المملكه بتاعته اللي بيبتدوا يعلموه بقى عشان يجهزوه انت بقى هتعمل ايه عشان تحقق انت باسمك عايزه اقول انتصارات او اهداف يكتب بقى الملك فلان الفلاني رقم 17 مثلا في الاسره مش عارفه عمل انجازات واحد اتنين تلاته فبيقولوا له ده بيعرفوه فبيبدا الولد من وهو صغير اللي هو ولي العهد ده الملك بتكبر فيه الفكره دي بيبقى عارف هو عايز يعمل ايه لانه تعلم لانه عرف ده بالظبط اللي بيقول عنه الكتاب الكتاب بيقول لنا في عبرانيين 12 خليني اقرا معاكي من عدد 22 الكتاب وبيقول كده انتوا ما جيتوش يعني الكتاب بيحكي لنا انتوا ما جيتوش لحاله قديمه زي حاله موسى وجبال بتدخن بقى و... والله محتجب و... وحاجات كده بتفرقع واحنا مش عارفين ده ايه بيقول لا 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 انتوا مش في الحته دي اللي هي فكره الحته العالم الروحي الغامض ده اللي بتحصل فيه حاجات غريبه لا بيقول بل قد اتيتم الى جبل صهيون الى مدينه الله الحي اورشليم السماويه الى ربوات ومحفى الملائكه كنيسه ابكار مكتوبين في السماويات والى ديان الج إلى أرواح أبرار مكملين، إلى وسيط العهد الجديد يا سعيبه. إذا إحنا عندنا مدينة. إحنا عندنا كيان، إحنا مم. عندنا مملكة، إحنا عندنا شعب، إحنا معانا كنيسة أبقار، وأبكار هنا يعني كلهم وش القفص، كلهم بكورة يعني كلهم كده. فده إحنا مملكة حقيقية، مش معنوية زي ما اتفقنا، بالعكس كلمة روحي معناه الأكثر حقيقيه. عايزه اقول بقى للناس انها تفتح دماغها وتتامل في الكلام اللي بنقوله. اللي بنعيشه هنا ده انعكاس للمملكه الحقيقيه بتاعتنا الروحيه اللي احنا عايشين فيها. ده انعكاس يعني مم. اللي انا عايشاه في المملكه الروحيه بتاعتي مم. اللي هي الحقيقيه جدا انا بجيب من هناك مم. وهستعير ال ال الكلمه اللي باستور رامز بيقولها في السلسله الحاليه الرائعه اللي انا عايزه كل الناس يتابعوها ويرجعوا يسمعوا كل العظات اللي فاتت ذهن المسيح. مم. قال لنا كده انه احنا بنقدر عن طريق تفكيرنا اللي بيصدق الكلام ده اجيب من العالم الروحي للعالم المادي، يعني اخلي الاشياء الماديه دي تبقى روحيه. انقل من المادي للروحي. فحاجه مم. ماديه اخليها تاخد صبغه روحيه مم. تتقدس. فبينفع انقل من هنا لهنا وينفع اجيب من هنا لهنا. فهم متصلين ببعض عن طريق ذهني يبقى الموضوع سهل خالص المملكه الروحيه الحقيقيه اللي فيها الامور التي لا تتزعزع اللي مرسوم ومكتوب فيها كل حاجه عني ومكتوب اكون ايه ويحصل ايه واعيش ازاي هذه حقيقيه ينفع جدا اجيب من هناك لهنا فابتدي ينعكس ده في حياتي واعيشه <applause> اجيبه ازاي المفتاح اللينك اللي رابط المملكه الروحيه باللي انا بعيشه ماديا فكري يبقى الامر سهل خالص يبقى ده اللي بينقل عشان كده في مؤمنين فقراء عشان كده في مؤمنين مش لاقيين ماديات يعيشوا او آم في حياه صعبه جدا او 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 في اعراض مرضيه شديده مش عارفين يخرجوا منها او تحت وطئة حاجات امور فمؤمنين حلوين جدا 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 بس العالم اللي عايشين فيه اللي هو المادي اللي احنا فيه مش بيعملوا فيه حاجه ليه ما فيش اللينك ده ما فيش الفكر اللي تملا واللي قادر يجيب من هناك لهنا طب اعرف ازاي لهناك ما عنديش نظاره آه ما عنديش حاجه ابص بيها في عالم الروح <applause> ما عندناش نافذه <applause> زمان كنت بتمنى لما درست الحاجات في الساينس وكده عن الفضاء ودرسنا التلسكوب والحاجات دي فكان بيجي لي تخيل زمان يا كريستين ان انا نفسي في تلسكوب اشغله اشوف العالم الروحي يعني اصلا فكنت اتمنى ده قوي واقعد اتامل واتخيل ده بس فعلا حقيقي ده طلع عندنا احنا عندنا لس. عيون الذهن بتاعتنا لما بتتملي بالكتابه اللي بقولك عليها فعلا بتكون تلسكوب خارجه من العالم المادي للعالم الروحي واللي بشوفه هناك بجيبه هنا يعني عندي النافذه بتاعتي يس yes. عندي الاداه بتاعتي عندي العينين عيون الذهن بتاعتي هي اللي بتجيب ده وده حقيقي جدا هللويا مجدا للرب طيب. طب معروف يا اخت انجي عن إن ربي يسوع ان حضرتك بتقولي هنعيش المكتوب عننا من خلال ان احنا نشوف ده في النافذه طب الرب يسوع اتقال عنه كده في الكلمه أن هو جاء ليعيش في اللي عنه في درج الكتاب. صحيح. جه يعيش نبوات صحيح صحيح. طب ده رب يسوع نبوات واضحة جاهزة معروفة وعاشها كاملة. مم. مفيش نبوة ما تحققتش في رب يسوع. بس احنا مفيش زي ما أنت كنت لسه بتقولي لنا برضو من شوية. اه. مفيش نبوة بتقول أنا هشتغل إيه؟ أو هتجوز مين؟ أو إن أنا هسافر ولا مش هسافر؟ يعني الحاجات المصيرية اللي بين قوسين. هكمل الحته دي انه آه بروح للاخ فلان طب ما تشوف لي كده انا هسافر ولا مش هسافر؟ طب ما تشوف لي كده اتجوز فلانه؟ ده في ناس كانت بتستضيف ناس عندها في البيت يا كريستينا عشان يناموا عشان ما يناموا مم. عندهم بعد يعني ما هيحلموا عشان هم ربنا يعني. بيكلموا بالاحلام فيقولوا نام عندي وصلي واحلم لي ولما تصحى الصبح تقول لي لانه مقتنع ان لسه الله بيتكلم بالرؤى والاحلام. وخلينا نستفيد اكتر في السؤال يا اخت انجي طيب ان كان الشخص ده قلبه فعلا عايز يعيش مشيئه الله ولا قلبه انا عايز اعرف إن ربنا عايزه فاكيد هو الحلو إيه؟ ليا يبقى انا كده هشتغل على الدوافع برضه في الامر مع احترام ان كانت طريقة هنحكي فيها كده كده الدوافع ايه هدفي في الدوافع ومدى اهميه الدافع صح ولا غلط طيب الدافع هو ايه؟ الدافع اني ااا آه الدافع هو اني عايز اعيش فعلا الحياه اللي الله عايزها لي ده الدافع الصح مم. ويحركني للدافع الصح مخافه الرب ان دي تكون الاساس عندي ده عنوان حياتي اللي بيحركني انا بخاف الرب بهابه بحبه ملتصق بيه بكل امانه مرتمي عليه فانا عايز امشي ورا هذا الاله مش ارضيه انا اوريدي راضيه بس كتر حبي انا عايز اعرف هو عايز ايه واعمله له زي ما شاول قال اول ما الرب قال له انا مين قال له ماذا تريد يا رب مني انا افعل ده رد الفعل اللي في القلب م. انت عايزني اعمل ايه لاني بحبك لاني بخافك لاني بهابك جدا لأني انت عندي كل شيء ده الدافع المظبوط اللي هيخليني بقى ايا كان اللي هقراه في الكتابه م. اللي في الكتاب هنافيزه حتى لو مش احلى شيء عندي يعني فريدي مثلا انا يكون كل هدفي أني كل حلمي مثلا وانا وانا صغير وانا طفل كده طلعت شايف كل قرايبنا بيسافروا بيهاجروا بره و... وده اللي طلعت عليه في سلو بلدنا ف... واللي بيسافر ده بقى بيبعت فلوس من بره وبعدين بنشوف البيوت بتتبني وبعدين كذا فبقعد وانا صغير وانا طفل كده جنب بابا وعمه وجده وكده بسمع ده فايه اللي اتبنى عندي جوايا اتبنى عندي ان السفر ده حلم اللي بيسافر احقق الحاجات دي صح فده اتبنى جواه اجي بقى اعرف الرب واتولد ميلاد تاني وبقيت ملك في المملكه بتاعتنا وعايز اعرف الرب عايز ايه بس ايه اللي جوايا متربي من وانا صغيره؟ ان انا عايزه اسافر خلاص بقى مرسوم جواه فدي الصوره اللي جوايا، ده الطريق اللي جوايا، ده الحلم، بس يعني مش عايزه ارمي نفسي في البحر، ومش عايزه ادفع في عارفه خوفا يعني, يعني، فعندي زي ما تقولي حته كده جوايا، طب اعرف ربنا عايز ايه؟ يعني اسافر ولا اقعد ولا اعمل ايه؟ بس ايه اللي مالي قلبي من جوه؟ ده الطريق، هو ده طريق النجاح، هو كل اللي عمل كده نجح. ما شفتش حد ما عملش كده وقعد وهو كويس فده اللي مالي قلبي لو انا خو خو مخافه الله هي اللي ماليه قلبي مش هيبقى جوايا كده بقى مخافه الله ماليه قلبي ببقى عايزه فعلا يقول لي ايه طب الرب فهمني بقى وهيعرفني لا مش هتسافر وعلى فكره هديك فلوس وهتبني بيت وهتعيش في ازدهار عشان ده بقى اللي مكتوب في الكتاب اللي هنحكي مم. عنه. فشفت الطريقه بس مش بالطريقه اللي اتمليت بيها، اه اوكي رغم ان ده اللي اتمليت بيه وعارف خطواته وده بالنسبه لي الجديد اللي بيعتمد على الايمان قوي وما شفتهوش في حد قبل كده بس لاني مرتمي جدا على الرب وبخافه فانا همشي ورا الرب اللي انا بخاف وهلتصق بيه وهختار بالنسبه لي كانه المجهول مع انه مش المجهول ده ده اللي موصوف. ده ده الثابت وده الحقيقي بس مش ده اللي طلعت عليه فكاني بعمل كده ف فايه اللي يخلي دوافع قلبي سليم إني مخافه الله هي اللي بتملا قلبي. يبقى لازم ابتدي اصلا من الجدر آه وان انا اشتغل على الدوافع. بالظبط لانه بصراحه انا مش هرضى امشي الطريق ده. ان انا عايزه امترق بالكلمه وابتدي اعرف ايه الصح اللي امشي عليه حسب الكلمه زي ما كنت بتشرحي لنا اخت انت لو انا مش عندي الدافع صح هحسه مجهود عليا مش عايزه انا عايزه السريع قولي اعمل ايه وانا اعمله اتجوز مين وانا اتجوزه قولي انا سافر ولا ما اسافرش اشتغل ايه وانا اشتغله انا عايز السهل صحيح نقطه الانطلاقه اللي تق... اللي تخليني استمر والاقي نتائج اني يعني مخافه الرب هي اللي بتملى قلبي يس yes. طيب نروح بقى لا للكتابه عشان السؤال بتاع الرب يسوع فكره الكتاب صحيح خليني نقرا الايه اللي انت قلتيها كريستين عبرانيين عشرة سبعة بيقول كده بولس بيقول عن المسيح ثم قلت انا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله الايه دي عن المسيح الايه دي موجوده في العهد القديم في مزمور أربعين طيب عايزه اقول لك حاجه هل داوود وهو بيكتب الايه دي في مزمور أربعين وهو بيكتبها هل هو مدرك جواه انه بيكتب الاية دي مش عن نفسه؟ لا هو كان عارف انه بيكتب عن نفسه مع معرفة انه كان نبي اه طبعا هو نبي بس وهو بيكتب المزمور بيكتب عن نفسه هو بيطلع yes. صلاته وبيحط ردود الروح القدس عليه وتلاقي داود بياخد وبيدي في المزامير mm. وحتى كده يصلي غلط وبعد كده الروح القدس تعامل معاه وبعدين يقول لا 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 انت بتكلمني عن كذا فهتلاقي المزامير فيها تجاوب فيها رايح وجاي mm. وكمان مع ملاحظة ان داود ما كانش مولود ميلاد تاني mm. لكن كان سابق زمانه لان قلبه كان رائع فتعالي نقرأ بقى من مزمور أربعين اللي داود كان بيكتب هنا عن نفسه لكن بروح النبوه بيكتب كمان عن المسيح اللي هو ابن داود اللي من نسله فشوفي بيقول الكلام الرائع ازاي بس ده مبدئيا بهد فكره انه دي عن يسوع بس فكره ان انا جيت وقريت اللي مكتوب عني في درج الكتاب ونفذته لافعل مشيئتك يا الهي فده انا بيخليني سررت انه دي مش عن يسوع بس ده دا داود قالها من زمان قوي عن نفسه وعاشها طب ايه النبوات اللي كانت مكتوبه على داوود من زمان؟ ما كانش مكتوب عن الروح القدس اللي كلمه من خلال الناموس ومن خلال اللي مكتوب قبل كده ومن خلال الايمان المتوارث من الاباء وابتدى هو يبني صوره ويعرف الله عن حق ويبتدي يعيش بده فشوفي الروعه اللي كاتبها التوبة للرجل الذي الرب متكله يبقى اذا بيتكلم عن مين هنا؟ عن الانسان نفسه. ونفسه هو نفسه هو بيتكلم انا وبيكلمنا احنا في المزمور توبه للرجل <applause> يبقى اي واحد يحط نفسه مكان الرجل هنا ويعيش الكلام ده هينطبق على الكلام <applause> بالاولى المؤمنين بتوع العهد الجديد ده اكيد طبعا لكن انا بوريك ازاي نموذج العهد القديم توبه للرجل الذي الرب متكله يعني ايه متكله مرتمي تماما على الرب <applause> فكره المخافه والخضوع وانا تماما الرب اللي شاغل تفكيري يا بخته ليه بقى؟ قال ده لم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب الكثير اللي حوالينا ده فأدي أدي ميزة يبقى الشخص اللي بيرتمي على الرب والرب هو متكله وهو اللي مخافته بتملى عينه ما فيش حاجة تانية تزغل العين يعني الغطاريس والمنحرفين والكلام ده يصدول كل اللي حواليا ملوك الأمم واللي بيحصل حواليا وال... و... وكل الأمور ف... هنيجي نقول الزمن بتاعنا فيه، آه،, اه الزمن تيجي الأم تعلم ابنها بقى وبنتها وعايزة تنصحه، حبيبي ذاكر، يا بابا ذاكر. أيوة ماما ذاكر ليه؟ المذاكرة وحشة ومتعبة. حبيبي ذاكر عشان تاخد شهادة تديك قيمة. حبيبي ذاكر عشان تلاقي شغلانة حلوة ومحترمة تكسب منها فلوس. شايف ابن عمك فلان الفلاني دخل كليه الطب شغال في خمس مستشفيات يا بابا مش شايف بيعمل ايه؟ وشايف مش عارفه مين؟ وشايف مين المهندس المحترم الكبارة اللي شغال كده؟ فهي عماله تقول ابنها كده، فوجئي بقى الولد يرد عليها يقول لها ايه؟ ماما قديمه انت بتاعت زمان قوي، النهارده البلوجر او التيك توكر صح كده بجيب الفلوس دي كده مش محتاجه مذاكره مم. وهبقى مشهور والناس هتحترمني برده والناس هتقفلي في اي مكان بالفلوس اللي في ايدي يبقى ماما بتعلم الولد غلط ماما بتعلم الولد انه ذاكر عشان الشهاده هي اللي هتجيب لك القيمه هي اللي هتجيب لك الفلوس او الشغلانه الكويسه اللي هتشتغلها هي اللي هتعمل لك كذا تخيلي لما بابا وماما دي قناعتهم ما الولد صح مم. الولد المفروض اقوله انت اتولدت اوريدي ملك فانت مكتوب عنك انك ناجح، انك متميز، انك مثمر في كل شيء، انك انت عندك الامكانيه تكون ناجح ده ده بيلت ان جواك، دي الحياه ودي الشخصيه اللي جواك. انت الطبيعي بتاعك انك تكون متفوق، الطبيعي بتاعك انك تكون بتفهم وتذاكر، عكس كده تبقى انت ماشي مشقلب، تبقى دي مش حقيقتك، ده يبقى مش انت. ملهاش دعوه باكل وشربه واحترامه. اكل وشرب واحكي لك عليه في الكتابه مكتوب في ايه عن اكلنا وشربنا مم. وعن الكرامه والاحترام دي مش, مش دي مش مسؤوليه ابني ولا دي اللي بتيجي من شغلي طب اللي شغال يعني مثلا اللي شغال شغلنا احنا كبشر يعني بنديها درجات لتحت هل ده معناه ان ده شخص مش عنده كرامه انا انا عقلي يقول كده ده مش في الكتاب ده انت كرامتك من كرامه ابوك وابوك هو ملك الملوك فكرامتك دي بتاعته هو بيحفظها لك ده اللي يمسك يمس في حدقة عينه. يش. الامر مش متروك كده. فلما انا اكون بزرع ده في ابني وبنتي مش هاجي بقى اقول له تذاكر تبقى محترم والناس ده. لا, لا 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 طبيعي بتاعك انك تبقى كده. فعشان كده بيقول ان الرجل المتكل على الرب اللي فاهم ده ماله بقى لا يلتفت الى الاكاذيب اللي ماليه الدنيا فبنعرف نزرع صح. ودي دليل انها اكاذيب يعني انه كون انا بشاور لابني ان ده اللي قيمه دي اكاذيب حواليا قد ايه تعريفات العالم خطره واللي بيمشي بيها اوريدي سمح ان هو يكون عبد ليها حقيقي لانه هيبقى عبد بطبيعه الشغلانه حتى لو كان دكتور صحيح ايا يعني كان هيكون اي وظيفته دكتور موظف عامل الوظيفه مش هي المشكله وظيفتك رائعة أنا عايزة أقول كده النهارد. مهما كانت كليتك مهما كانت دراستك مهما كانت شهادتك مهما كانت وظيفتك اللي أنت شغالها وظيفتك رائعة وواخدة نعمة وواخدة احترام وواخدة قيمة منك أنت لأن القيمة جواك أنت مش هي خالص اللي بتديك كده ويا ريت نعلم صح لأن إحنا كأمهات بنرجع وأبهات بنرجع نندم ونحزن وننكسر لأننا ما علمناش في البداية صح ف فخلينا حقيقي احنا طالعين الحلقه دي عشان نقول كده yes. وامين امين ده بيوصل بالروح الكوز. امين هنوصله yes. لهم وهنكمل معاهم بعد الفاصل آه تمسك ان انت تاخد الحق الكتابي كامل بتعريفاته تمسك ان دي طبيعه تفكيرك وان ما كانتش طبيعه تفكيرك تجعلها طبيعه تفكيرك انت تعيشها علشان تقدر تعيشها لاولادك مش هينفع انت مش عايش حاجه بتحاول تعيشها الاخرين مم. وبالاخص الاخرين دول لو اولادك في الجسد خلوكم معانا هنكمل بعد الفاصل تابعوا الفاصل مع باستور كلمات رائعه قد ايه هتساعدكم علي النجاح هتعرفكم يعني ايه شغل وايه هدف ان انا اشتغل نراكم بعد بهذا يتمجد بهذا ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي كما احبني الاب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي ان حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت في محبته كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم أن يكون كاملا هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيت أوصيكم به لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحبائي لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم أو رسمتكم في الأصل أنا اخترتكم وعملت لكم رسامة إيه الرسامة دي؟ لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي حاجتين رب رسم المؤمنين عين المؤمنين لهم هو أن يذهبوا ويأتوا بثمر ويدوم ثمرهم وتاني حاجة أن يعطيهم الآب كل ما يطلبوه باسمهم بهذا أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضا إذا كل مؤمن مؤمنة مرسوم رسامة أي مؤهل أن يأتي بثمر اتكلمت معاكم مرتين اللي فاتت عن تاتي بسمر وازاي تكون شخص مثمر في حياتك سواء في دراستك سواء في عملك او شغلك او في خدمتك ثلاث شرائح مش هتخرج براهم اذا كنت طالب في دراسه اذا كنت بتشتغل اذا كنت بتخدم الثلاثه ينطبق عليهم نفس المبادئ الكتابيه عشان كده مهم نبقى فاهمين ان الكلام ده هو مشيئة إلهية انك تأتي بسمر اوعى تكون بتروح شغلك او بتروح دراستك وانت فاكر ان حياتك هي ماشية كده وزيك زي اي انسان زيك زي اي حد الشغل بتاعك او الدراسة بتاعتك او الخدمة بتاعتك اهو ماشية زي ما هي أه وليحصل يحصل فليكن ما يكون يعني أول ما أنت بتعمل كده أنت بتفتح الباب لإبليس في حياتك ترجع بعد كده تعاني أنك مش لاقي نتائج وترجع تصرخ وتقول مش فاهم في إيه لأنك مش فاهم المبادئ دي مرة فاتت اتكلمت معاكم عن شاهد مهم جدا مرتين اللي فاتوا في أمثال عشرة وعدد ستاشر. عمل الصديق للحياة ربح الشرير للخطية الشغل بتاعك يؤدي إلى حياة الشغل بتاعك بيؤدي إلى حياة أمثال تلتاشر وعدد تمانية شاهد حابب أكرره تاني معاكم عشان كل واحد مهم يصغل الكلام ده أمثال تلتاشر تمانية فدية نفس رجل غناه أما الفقير فلا يسمع انتهارا أنا عايز أخد الشق الثاني في الآية إن الشخص الفقير اللي شاعر إنه ما عندوش حاجة إن هو لا يمتلك شيء أول ما يسمع أي كلام ما يفرقش معاه ليه؟ يقول لك أنا معايا حاجة عشان أخسرها أنا مش معايا حاجة في حين أنت كمولود من الله أنت تمتلك حياه الله في داخلك فبالتالي اي حاجه بتسمعها دي بتخصك اي حاجه بتسمعها في الكلمه دي بتخصك وليك دعوه بيها وليها دعوه بيك اذا كنت شاعر انك انت فقير ولست لديك شيء او مش حاصل على شهادات معينه او مش في مكانه معينه في شغلك فانت شاعر انك فقير اي يعوزك شيء في الشغل في الدراسه في الفلوس ما عندكش رأس مال كل دوا بيخليك تستثني نفسك وتستبعد نفسك من الكلام اللي بيتقال بتشعر كأن الكلام دوا بعيد كل البعد عنك في حين الكتاب بيتكلم انك تمتلك كل شيء عشان كده مهم تبقى فاهم ان الكلام اللي بتسمعه دوا يخصك ويخص حياتك وهيفسر لك ليه حصل معاك الحاجات اللي هي قد تكون هي اللي لك اعاقه كتير قوي في حياتك وتقعد تقول مش فاهم في ايه حصل بدون تعليم كتابي عن السمر في الارض المؤمنين يا اما بيصعدوا يصعدوا يصعدوا في اعمالهم وفي شغلهم او في خدمتهم وفجاه ينهاروا او يتظلموا ويبقى شخص يقول لك انا واحد كويس انا انا ما بعملش حاجه شريره ده. انا معي واحد في الشغل اساسا بيشرب مخدرات وأنا انا طول الوقت معايا كتاب المقدس في جيبي بيحصل لي الكلام ده ليه ده انا ده انا مظلوم حصل لي حصل لي حصل لي وانت لا تعلم اني من ضمن الحاجات اللي اللي مخليك حصل لك الكلام ده وهو انك مش فاهم مبادئ الكلمه الكتاب بيتكلم في مزمور واحد الشخص اللي هو طول الوقت بيلهج في الكلمه دايما ناجح اللهج في الكلمة هو بيدي لك مبادئ الكلمة لن تكون ناجح بعيد عن مبادئ الكلمة الموضوع مش منك تصلي من أجل نجاحك الموضوع هو أنك تفهم فكرة الله للموقف أهلا وسهلا بكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل بعد ما سمعتوا كلمات من باستور قد ايه امر الشغل مش هو اساس حياتك هنفهم ده اكتر مع اخت انجي اخت انجي حسب ما حضرتك قلتي وهنفهم منك اكتر اللي باستور كمان شاركنا بيه آه حسب ما حضرتك قلتي ان احنا كده بنعيش نفس اللي اتقال عن الرب صح. يسوع يعني اي حاجه وكل حاجه اتقالت عنه آه. هي لينا ده صحيح ده صحيح يعني خلينا نكمل الايه اللي احنا الايات اللي كنا فيها بتاعت مزمور 40 اللي هي بولس مقتبس منها الايه اللي نبوه عن الرب انه هانا آه انا زجئته بدرج الكتاب مكتوب عني اوكي آه. فبيقول فبي خلينا نكمل مع داوود في مزمور 40 اللي احنا فيه شوفي بيقول ايه زي ما قلنا انه الشخص المتكل على الرب مش بيلتفت الى الاكاذيب اللي موجوده حواليه لكن بصي بيقول له انت ايها الرب الهي عجائبك وافكارك من جهتنا هي جايه في الاصل كده افكارك العجيبه من جهتنا م يعني انت محضر لي افكار محضر لي خطط عجيبه ملهاش دعوه بالمستوى الارضي اللي حوالين الناس اعمل ايه انا بقى لما بكتشف الافكار اللي هي مستواها عالي دي بيقول له لأخبرنا وأتكلمنا بها زادت عن أن تعد داود بيقول كده بيقول لما بقعد أفكر على اللي انت بتقوله عني وبتوصفه عن حياتي افكار عجيبه اللي انت بتقولها عني دي فبقعد اتكلم بيها واخبرنا بيها يخبرنا مين بقى يتكلم ماشي يقعد يتكلم ويخبرنا نفسه والاخرين يقعد يحكي ويتكلم افتكر قبل قبل داوود ما بنحكي عنه في يوسف اللي الروح القدس حطه جوا احلام تمسك بالاحلام دي افكار الرب العجيبه من جهته وفضل ماسك في الاحلام دي وفضل ماسك في تعاليم ابوه اللي, اللي وصلها له عن الرب اللي قال له احفظ مم. نفسك من كذا ومن كذا ومن كذا وشاب صغير عنده 17 سنه يتمسك بالحاجات دي طول الوقت رغم كل الضيقات ولم يلتفت لاي شيء ومتمسك بالحلم هو الحلم ده بالنسبه له ايه؟ صور روحيه حطها الروح القدس جواه. وده اللي بيحصل مع المؤمنين لو بيعيشوا صح لو انا برجع للكتابه اللي مكتوب عني في الكتاب قايل عني اعيش ازاي وانا بعيش بده وبصدقه وطول الوقت انا بتكلم بيه وبتامل فيه وبفكر فيه يروح جاي الروح القدس جوايا يروح حاطط هو كمان بصمته يروح حاطط لي صور ايه صور احلام حلم يعني ايه انا بفتكرها بقى طموحات بفتكرها الناس مثلا تقول لك ايه شغفك انت شغفك ايه في الحياه طب عشان ما نشرتش في الحته <applause> دي اختي هندي هسالك سؤال لان ده اتسال في مره يعني اي حاجه اتخيلها اتخيل بقى آه. اتخيل ال... كل اللي نفسي فيه اللي بيظبطك انه المكتوب عني يبقى مم. اللي ظبطه الكلمه هو قال له انت قلت عني افكارك مش افكاري ما احنا قلنا الشخص فاكره اللي كنت بحكي لك عليه دلوقتي اللي هو اللي كان بيقعد مع جده وباباه وبيحكوا عن اللي بيسافروا اهو ده جواه احلام بس الاحلام دي جايه منين؟ جايه من, من الاكاذيب اللي احنا كنا بنحكي عليها من شويه اللي هي الحولي ما هي دي اللي عايزه افيصل ما بينهم لا, لا يعني الا يكون شخص عنده من الحاجات اللي اترمت عنده هي هنا قال له افكارك العجيبه عني يبقى افكاري انا ولا افكارك انت العجيبه؟ افكارك انت اللي مستواها عالي دي انا تبنيتها وصدقتها فراح الروح القدس يرمي جوايا احلام، احلام يعني مش وانا نايم احلم، لا انك تتمنى انك تشتاق الى الشهوه دي، ما هي الشهوه مش كلها وحشه، هي يعني اشتاق انا عايز اعمل كذا، انا عايز اطلع كذا، مم. بس كل التغذيه الفكريه اللي جايه عندي جايه منين؟ من الكتاب، يبقى افكاره، فكل اللي ملا ذهني ده كل اللي صدقته ده وقفلت ودني عن الاكاذيب والاباطيل زي ما هو قاله وبقيت متكل عليك ومخافتك هي اللي ملياني شايف الخطه خطه سهله قوي لو انا ظبطت ده عيش شغفك زي ما انت عايز الروح القدس مش مشترك معك في الشغف ده بس ممكن اضيف معك حاجه يا انجي يعني ممكن حد يجي انا نتيجه افكار الرب ومن الكلمه انا انا حاسس ان لازم اسافر اه يعني انا ممتاز انا ممتاز انا, أنا <applause> أيوة. في إرمي البعض إرمي <applause> طيب في البعض أوي. بيقول احساسك وركز قوي في اللي بنقوله طب في البعض بيقول كده الروح القدس لا هو <applause> اللي بيقول لي اسافر تمام خ... يعني خلينا نمشي في الايات دي وهجاوبك عن ال... عندي هو بيقول له بعد ما انا قعدت اتكلم عنها واتامل فيها واخبر بيها وهي حتى لسه ما اتحققتش بيقول بقى فايه اللي حصل بيقول للرب ذبيحه وتقدمة لم تصر يعني أنت مش بتهتم قوي بشكل العبادة الظاهر إني مم. أروح أجيب ذبيحة وأقدم وأذبح و... ليه بقى؟ لأنه داوود هنا بيقول إنه في ناس هو شايفهم في زمنه وموجودين في زمننا برضه في الكنيسة مم. دلوقتي. بيهتم بيعمل إيه؟ ذبيحة وحياة، يعني بروح لإجتماع بسمع العظات وبحضر مجموعة التلمذة أيا كانت زوم وحضور وبلخص زي ما أنتِ قلتي وعندي كل الحاجات دي بس ده ذبيحة اوكي بس حياتي رايحه في حته ثانيه لا اما متلخبطه ومش عارفه اطبق ده هنا ومحتار لا اما انا اصلا عايش هنا بطريق بمفهوم اوتوماتيك كده زي الطبيعي يعني الطبيعي ايه الطبيعي مثلا انه جبت تخيلي طالب شاطر في الثانويه العامه عشان احنا بنتكلم في الثانويه العامه جاب مجموع كبير طبيعي لو هو طبيعي عايز يدخل طب لو ادبي إيه كده. اصلي مش معقول ما تخصش. ليه خساره مش معقول تضيع مجموعه كده ما تبقاش في هندسه ايوه يا جماعه بس انا مش عايز هندسه انا الرب جوايا حلم جوايا شيء هو أسمر فيه زي ما هنحكي ان ده الهدف ان زي ما باستور كان بيحكي انت الهدف الاسمار الهدف انك تكسر الهدف انك تنجح وتاثر في البيئه اللي حواليك ده الهدف دي المسحه حتى باستور قال الكلمه دي في الفاصل بتاعنا قال انت ممسوح عشان تبقى كده انت معين حتى استخدم الكلمة اللي بنستخدمها لرسامة الخدام مرسوم عشان تبقى كده في حياة شايف كل ده لاني اتولدت ملك فإذا لا ينفع جدا جدا تكون جايب 90% في المية الكلية هندن. ينفع ينفع جدا ده اللي احنا بنحكي فيه النهاردة بس امشي صح على الخطوات اللي بنقولها ففكرة الأوتوماتيك دي اللي هي انا بسمع حاجات وبمشي بحاجات بقى اوتوماتيك اللي هي حرام وميصحش وكذا او العكس او انا كنت فاكر انه دي اهداف بعدين ما جبتش المجموعة اللي يودي يعني انا حصلش وجبت المجموع ده انهارت الحياه الامور باظت والروح القدس كان بيقول لي وكده خلاص و وفين ربنا واتحطمت ويا ونفسيتي في ناس بتخش في دايره الطب النفسي والامراض النفسيه لانه ده لا 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 خالص خالص مش الفكره هنا الفكره انا مليان بايه طيب نكمل فهو بيقول له بقى تقدمه وذبيحه لم تصر بص بقى بس ايه اذني فتحت ده اللي بيهتم بيه اذني يعني انا وداني الروحيه مفتوحه بفهم وبادرك وبقعي اللي انا بقراه ويتشرح لي وبهضمه وبطبقه في حياتي فعندي ودان مفتوحه هو ده مش الفكره ان انا حلو جدا يجي يجي الشاب او الشاب او الام او الاب او ايا كان حد حتى في مشكله شغل زي ما بستر قال في الفاصل هما ثلاث حاجات لا اما خادم بتخدم لا اما انت شخص بتشتغل لا اما انت طالب مش كده فباستور قال دول ثلاثه بشجع الناس كلها تراجع سلسله كيف تكون ناجح ومثمر في الارض وسلسله الازدهار دول سلسلتين مش عارفه تذاكرهم كم مره تذكروهم وعدوهم وذاكروهم لانه هيفرقوا معاكم جدا. فانت <applause> آه دول الخط طيب انا ايه الفكرة اني وداني مفتوحة طيب اتأكد ازاي اني لاقط من الروح القدس زي ما انتي بتحكي كريستين عندي رعاية عندي تدريب عندي حد فوق راسي فانا اتعلمت الاول عشان افهم ده وحد شرح لي وحد مشي معايا التدريبات في حتت صغننه قبل ما م. اتحط في الاختيارات الكبيره كان بيمشي معايا في تدريبات صغننه في اختيارات اصغر فانا تدربت اتعلم واسمع ولما باجي هنا برضو في الاختيارات الكبيره م. ورايا نور اعظم وراي حد بيسندني سمعت من الرب وقلت بروح للراعي الروحي بتاعي وبقول له انا سمعت كذا وادركت كذا ايه رايك بيمشي معايا في القصه ولان معاه الفايل بتاعي بيرشدني ويصححني لما <applause> يعني يقول جود برافو عليك ايوه لقطة مظبوط كمل جو اهد يقولي لا 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 استنى في حته كده داخل فيها حته ثانيه زي ما باستور كان بيحكي لنا عن اغابوس لما النبي اللي شاف النبوه عن بولس الرسول شاف كله صح بس له اليهود هما اللي هيعملوا فيك كده ما طلعش اليهود فاوقات فأو ببقى الله عن حياتي مظبوط بس في حته دخلت مم. فيها حاجه السبت. شويه عواطف مم. عيني زاغت على حاجه هنا الرعايه تقول يبقى اذني مفتوح يبقى واحد بيقرا الكتابه مم. والافكار بيقولها وبيتكلم بيها وبيخبرها حتى لو وماله أذنه مفتوحة للتعليم، قابل للتعليم وبيسمع وبيفهم صح، مم. بعدين قال له كمان محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. طب وما إيه بقى؟ أهي بقى الآية. حينئذ لما أنت ما طلبتش لما أنا فهمت إنه ده اللي مش بيدور في ذهنك. مم. هنا ذبيحة ومحرقة خطية بيتكلم عن ذبايح الخطية، يعني كأنه بيقول له رب أنت اللي مش شغلك طول الوقت هات لي هات لي هات لي اديني صليت ولا ما صليت؟ أنت عملت ولا ما عملتش؟ بيقول أنت مش طلعت مش كده. انت مش ده اللي بيهمك لكن ده انت اللي بيهمك اني امشي معاك على اتفاق yes. واو رهيبه دي لما باستر وهو بيتكلم يقول ايه تمشي مع الروح القدس في نفس الصفحه ونفس السطر ونفس الكلمه <applause> الايه بتاعت عاموس ثلاثة 3 لما برضو بيشرحها رجل الله يقول هيصير اثنان معا ان لم يتفقا ان لم يتوعدا بعد شويه ان لم يتشابها اب انا لقط التفكير ده فقال له انا فهمت انا فهمت انا فهمت بقى ايه اللي ينجحني في حياتي انا زاجي بدرج الكتاب وعرفت بقى ده كل ده عشاني فاكره يا كريستين لما جم يسوع وقالوا له السبت السبت رب انا انا رب السبت <تصفحش> <تصفح> <تصفح> لو انا رب السبت واصلا السبت والوصيه موضوعه للانسان أي. مش الانسان بيخدم الوصيه فاللي بيفهم ده ويدرك انه ده مكتوب عني ده ليا اهو بقى قال له قال له بقى اني اجيء بدرج الكتاب مكتوب عن ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك صارت في وسط شيء مكتوب جوه زي ما قال الكتاب اكتب نواميسهم في قلبي هي دي لو انا عشت المستوى الرائع ده ملوك وكتابه استحاله نيجي في حته نبقى اتزنقنا في كورنر او اتحطيت في حته ما بقتش عارف ايه اعمله هي اصبحت جزء لا يتجزا مني صبت. فببساطه هي دي قصه الملوك والكتاب عمرهم ما بيكونوا في حير فاهمين هما مين مدركين هما ايه عندهم خريطه مكتوبه متفقين وعايشين في شركه مع الروح القدس واو ماشيين في النور فاطلاقا مش هيجي عليهم وقت ده طب سؤالك بقى طب ده عن يسوع ده عني اه تاكدنا داود عنه واللي قبليه كان يوسف واللي بعديه هتلاقوا ان ده الخط اللي مكتوب يسوع جه كانسان كامل اتعلم اتعلم ان هو صغير 12 سنه يقعد مع الشيوخ ويتعلم فتعلم عينه فتحت على الكلام ده قال اه ده اللي مكتوب عني م. وبدا يجيب ويقرا ابتدى الروح القدس يقول له بقى على فكره ده انت اللي مكتوب عنك ده <applause> انت انت حمل الله انت اللي هترفع خطيه العالم انت اللي هيحصل فيك وهيحصل فيك بس ادي المساره شايف الروح القدس حط احلام وصور لما يسوع حط قلبه في الناموس وفي الشريعه راح كمل هو الشرح معاه ومشوا مع بعض على نفس الاتفاق واو لو بابا وماما اللي بيسمعونا زرعوا ده في اولادهم ولو كانوا هم عايشين العيشه دي، قولي لي انهي اختيار اللي ممكن يوقفنا في حظ؟ من جمله حضرتك جاي لنا سؤال. ايوه. <applause> السؤال هو انه دلوقتي انا نفسي احط في اولادي احلام الرب م. واحط جواهم يعرفوا يحققوها اعملها ازاي؟ اولا بابا وماما يدابوا نفسهم. م. يعني هم نفسهم يعيشوا المكتوب ده، هم يقولوا ويعملوا زي ما داود قال، قال ده انا كل ما بقعد اعمل ايه؟ اتكلم وأخبرنا بها. فهي قاعده بتتكلم عن هي احلامها يعني لو اللي بعت السؤال ماما او اللي بعت السؤال بابا هو بيتكلم باللغه دي وبيطبق ده على شغله فمثلا لو هو بابا اللي بعت السؤال وبيسال لنا السؤال ده لو بابا بيمر بضيقات في شغله م. لو هو ماشي زي ما احنا بنحكي كده فبابا مش بيجي في وقت يقعد مكتئب مضطرب وشه متجهم وسرحان ومبوز وبعدين مش هقول طبعا انه بيشرب سجاير لاني هفرض ان بابا اللي بيسمعنا ومعانا مش بيعمل كده، بس انا بقول على الامور اللي اوقات بيتبعوها كاني بخرج طاقه الـ 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 الهم اللي جواي بعدين يجي بقى ماما مثلا تسال حاجه او الولد يعمل حاجه راح متعصب بابا فيسال مالك يا ابو فلان ليه عملت كده؟ ما أنتوا مش داريانين مع الشغل فيه وفيه وفيه وفيه، هنا بابا مكتئب ومضغوط من الشغل، فهو مش عايش ده. فاجي انقل ده للولد اقول له في صوره مشوشره. يش. طب لو ماما في قناه كمان مفقوده. بالظبط. لكن لو انا ابتديت بأنا اقتنع بالكلام ده وابدا اعيشه وابدا التصق بالناس اللي عايشة ويبقى معايا مدرب في الحياه ماشي معايا بيشرح لي ده سهل جدا اجي بقى افهم الولد من وهو صغير او البنت افهمه صح. طب هفرض ان اللي بعتوا لنا السؤال اولادهم كبروا. فكانوا شافوا سلبيات بعدين احنا كبرنا بقى فاجي دلوقتي عند محطه ممكن تكون ماما كمان ومش بتشتغل هي في البيت قاعده في البيت آه فهي ممكن تعتبر نفسها انا مش بشتغل طيب انا لا اعتقد ان في ماما مش بتشتغل يعني كل مامات بيشتغل ده بالعكس مالتي تاسك يعني <applause> <applause> يعني بتشتغل بتشتغل ذاكر العيال وبتودي النادي ووقف الصيف و... في <applause> الاخر عشان بيكتبوا رب ربة منزل <applause> اه فهي لا لا, لا كده مش بتشتغل هي <applause> هي بتشتغل فلو هي برضه يعني هي برضه بتعمل ده آم آم وهي بتعمل الشغل بتاعها ده برضا وبثقه وما بتقولش كل شويه اه اصلي 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 أصل معلش يا ابني كان نفسي اديلك تعمل كذا بس لاني مش بشتغل وبابا مش بيديني مصروف مم. وماما ملهاش فلوس شايفه ف... في كلمات كده بتطلع لوحدها فاجي مم. بقى اعلم الولد او البنت ان انت سعادتك او قيمتك مش في كده ففي لخبطه حاصله يعني. لكن لو هي عارفه انه لا أنا بصلاتي وعارفة أحرك الأمور إزاي واتعلمت وإزاي بجذب ده وبجيبه عن طريق تفكيري وعن طريق كلامي زي ما إحنا حكينا فأنا عايشة ده فآجي وأنا عايشة ده كمثل حتى بقى لو ولادي بيتريقوا علي وحتى لو اللي بيقولوا عليا إيه اللي أنت بتعمليه بس يوم ما آجي أوجه وأطلع ده وأوصله ليه مصداقية رائعة وجميلة جدا لأنه في حياة بتثبت المصداقيه دي فاذا هبدا بتغيير تفكيري انا الاول هبدا انا بسلوك مختلف سريع وده مش هياخد وقت كبير يعني مش هقول طب انا مزنوقه طب انا عندي كذا لا اعملي الاثنين مع بعض ما حاجه خالص ابداي بتغيرات مع نفسك وخدي قرارات رائعه مع الروح القدس وابداي بتوصيل كلام رائع قوي وقدمي ده ما ومفع... فيش مشكله اني اقول لو ولادي كبار بقى وانا بقى وقت اقول سوري انا كنت فاهمه غلط بس انا اتعلمت دلوقتي أنا نورت مفيش فيش غلط اني اعمل كده رائع جدا طب اختي من اللي احنا حكيناه عايزه بطريقه عمليه مازال حد بيسمعنا حب جدا الكلام اللي بيتقال حب ان هو عايز يعيش اللي اتقال عنه بس هو عايز ده في الواقع العملي بتاعه مم. ازاي ده انا في حياتي كفرد كاسره في شغلي سنة عامه اختياراتي آه. انا عايز اعيش ده مم. طيب وقلبي حطيت ان كل اللي سمعته انا عايز اعيشه فرائع اول حاجه خلينا نتفق ونوسع بقى المدارك بتاعتنا أوه. اي حاجه في الكتاب المقدس قريتها عن الرب يسوع يعني في اسهل من الاناجيل يعني في اسهل من كده اسهل حاجه دايما يقولوا ابتدوا بالاناجيل الاناجيل حياتي يسوع اللي كانت مش رأ... اي حاجه هشوفها في يسوع مكتوبه دي حياتي مم. طيب واللي بيوصفوا الرسائل بعد كده في الرسائل في الكتاب المقدس يقول في المسيح بالمسيح مع المسيح وكل الوصف ده ده انا مم. وده أنا وده أولادي يعني خلينا بس نتفق الخريطة هروح أجيبها منين بصي بقى الآية بتقول إيه في كلوسي ثلاثة أربعة بتقول كده بوليس بيحكي وبيشرح كده يقول إيه إن المسيح حياتنا متى أظهر المسيح حياتنا يعني بيقول المسيح ده لما يظهر للعالم هو كان بيتكلم عن المجيء الثاني وهو لما يظهر هيبين احنا ايه بس بيقول المسيح اللي هيظهر ده هو حياتنا يبقى المسيح حياتي يبقى أي حاجة دي دي مش إيه عايزة أقول إيه يعني دي مش كلمة تعبيرية شعرية يعني المسيح حياتي عارفة فلان حبيبي. أنت حياتي يعني هو حبيبي هو حبيبي. <applause> أي لا 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 هو بيقول هو حياتي يعني هو حياتي مرة تاني قال بي لما قال الجمله اللي اقتبسها يعني من الشعر اعبرها هو الحياه اللي انا بعيشها يس هو حياتي مش ده هي انا بحبك يا رب لا 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 هو هو الحياه كده يعني م. المسيح حياتي اوكي فاذا ده لو اتعلمته شوفي بقى كل حاجه كان بيعملها يسوع ده انا م. يسوع كان بيشفي ما ينفعش فيه ويسوع حلها اظن محدش يسمعني هيسمعني الاعمال التي اعملها تعملونها واعظم منها و <applause> و كل حاجه كل حاجه سواء كان بيغفر يسوع كان عايش خفيف رائع كده مفيش حاجه متقلاه ما كانش بيقف قدامه مشكله وبيحتار لما جم قالوا له الحق على فكره عايزين مننا ضريبه بره واحنا الصندوق مش معانا وتقريبا يهوذا كان رايح يعمل مشوار نعمل ايه؟ ما وقفش روح انا كده هتحط بحب باستور لما يقول لو اتحط في موقف ما تقولش انا حرام مش عارف اعمل ايه لا قول زي ما داود ألف مزمور أربعين أنا بأخبر بتكلم قول أنا بعرف أنا فيا حكمة الله فيا روح القدس أنا بعرف صلي بألسنة وخلي المخزون بتاع التعليم اللي طلع جواك يروح الروح القدس حاطط لك بيه الصور تعمل إيه في المشكلة دي يبقى دي الطريقة العملية أنا بعمل كده أنا مقتنعة بده لكن لو أنا عايش مش مقتنع بده أنا مش مقتنع كده قولي لي هل يسوع كان بياكل وعايش بياكل يعني وعايش حياته هو والتلاميذ وصندوق الخدمه بتاعه من عرق جبينه ياكل خبز <applause> لا قعد ثلاث سنين ثلاث سنين ونص تقريبا بيخدم مش بيشتغل يبقى اذا مش شغلي اللي بيجيب اكل الايه اللي اتكتبت عن ادم بعد ما سقط في الخطيه دي كانت لعنه قال من عرق جبينك تاكل خبز طب انا دلوقتي مكتوب علينا حاجه تانية خالص شو تساليني عمليا يعني هعيش ازاي طيب روحي معايا كده في متى ستة شوفي الرب بيقول ايه لا يستطيع احد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال لذلك اقول لكم لذلك اقول لكم يعني كان الرب يسوع بيترجم الكلام ده لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون لأن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا مملكة الله هي ملكوت الله مملكة ملوك آه. ومملكة وبر وهذه كلها تزاد لكم أجي أنا بقى أعلم ابني العكس أقوله على فكرة أنت لازم تشتغل والشغلانة دي هي اللي هتأكلك وتشربك اه ما انت لو ما عملتش كده مش هتلاقي تاكل او لو ما ذاكرتش ده في امهات وابهات بيعاقبوا بالاكل والشرب يقول انت لو على فكره انت لو ما ذاكرتش انا لا هصرف عليك ولا هديك ولا هعمل لك ولا ولا هاكلك ولا انت ابني ولا اعرفك ايه العلاقه؟ ليه بنربط ده بده؟ اه سبعة في اجراءات للتربيه بناخدها بس ليه اربط للولد انك لما بتعمل بتاكل كده؟ لا انا بعلمه ايه بقى؟ انت العادي بتاع الطبيعي انك بتشتغل وبتنتج لان دي طبيعتك انت مش بتاع الكسل والنوم انت شخص الهي سماوي فانت العادي بتاع عايز لك حاجة انا دايما كنت اشرح لأولادي كده كريستين زمان انا كنت دايما احكي عن الشجرة شفتي شجرة مرة تعبت وأرهقت إنها واقفة طول النهار في الشمس ففكرت تشوف حتة أو تغير الشارع أو زهقت أيوه وملت أو كل سنة بتطلع برتقان يعني زهقت بقى طلع نوع جديد أو لأنها بتنتج هي بتاكل من اللي بتنتجه يعني الشجرة بتاكل من البرتقال فلو ما طلعتش برتقان السنة دي مش هتلاقي تاكل فالشجره بتقول لعيالها الشجر اللي جنبها الخلفه اللي طلعت منها <applause> طلعوا برتقان عشان تلاقوا تاكو طلعوا برتقان آه طبعا الطبيعي بتاع الشجره انها تنتج ده الطبيعي yes. يبقى اذا ده اللي بعلمه لاولادي وده اللي انا مليان بيه انا بروح شغلي وبشتغل لان دي الخلقه بتاعتي انا اتمسحت واتصممت على كده الطبيعي بتاعي اني اؤثر واثمر لغيري <applause> طب انا باكل منين؟ انا ليه مصدر تاني للأكل او الكتاب بيقولوا في المملكة الله هو اللي هيأكلك ويشربك فانا بقبض مية بقبض ميتين بقبض عشرة بقبض عشرين بقبض ايا كان القبض بتاعك ده ليه قوانين بتطلع عشورك بتدي تقدماتك للرب بتمشي عشان كده قلت خلينا نرجع الازدهار وبعد كده انا ده الرب بيحط ايده فيه لاني شاركته فيه بالعشور فبيكفيني ويوسع وياتي باكتر واكتر واكتر لكن شغلي مش مرتبط باللي انا بعمله ده انا بمشي مية في المية في الشغل بتاعي ليه لاني مم. امين الامانه من صفات الملوك يس. يبقى ما فيش كسل وشخص امين مش مرتخي مش بينام وفي نفس الوقت اكله مش من عرق جبينه ده الرب اللي هيديهولك انت عليك تهتم بمملكه الله ايوه يعني ايه ناس بقى تسمع كده تقولك كده آه أخدم يعني ما إحنا كنا لسه هسأل <applause> السؤال ده يا أختي نجي ما إحنا السمر بتاعتين هو سمر الروح سمر في الخدمة صح. مش سمر في الشغل السمر في كله أنا مثمر منتج يعني رائع جدا المؤتمر بتاعنا الأخير اللي كنا فيه قد إيه إتعلمنا هم. من رجل الله فكرة الإثمار دي من سفر التكوين سفر البدايات شرح لنا هم. الدعوة اللي على حياة البشر والمسحة اللي على حياتنا إثمروا واكسروا واملأوا الارض اعيدوا ملئها فدي احنا كده احنا مصممين على هذا هتحطينا في اي حته ده اللي هنعمله هن هتحطينا في في, في عايزه اقول ايه قفر في صحراء هنحوله بستان هتحطينا في جنينه هنخليها غابه دي طبيعه اولاد الله يبقى ده اللي فيا طب الخداد الاسمار ده بقى هو ما اتكلمش عن الاسمار ده في جهه واحده بس ولما بيقول هنا اطلبوا اولا مملكه الله وبره ما بيقصدش هنا صلي وروح الكنيسه فاكره مزمور 40 قال له انا فهمت مش مش ده اللي انت بتدور دا انت. عليه ده النتيجه الطبيعيه انا لما هلتصق بيك هعبدك العباده دي هتطلع مني زي النهر لاني لزقت فيك فشيء طبيعي يطلع من جواي بس اتاري انت مش بتطلب دي لنفسك ده ده الطبيعي لكن انا ايه أنا بطلب بر مملكة الله يعني عايش فيها يعني مقتنع بيها يعني مصدقها يعني بوسعها يعني مش بدفع ثمن خالص وبجيبها من هناك لهنا من مم. العالم الروحي اللي موجودين فيه بجيبها أحققها قال له عشان كده بحققها في الأرض فإذا أنا بثمر في كله بثمر في زواجي بأثمر في مذاكرتي ودراستي بأثمر في شغلي بأثمر في خدمتي طبعا بأثمر في علاقاتي <applause> كل المجالات انا مسمرة فيها لانه هو ده اللي مكتوب عندنا يبقى عرق جبيني مش هو اللي بيجيب لي الشرب والاكل ده ده مضمون بالخط الكتابي بتاعنا ياريت نعلم اولادنا كده يس هللويا مجدا للرب سؤالنا اخت انجي عن الحلقه نفسها <تصفيق> <تصفيق> سؤال الحلقه لو انا شغلي وده سؤال <applause> عدد كبير من الناس انا شغلي مش مقابل المادي بتاعه كافي. اه. على قد المجهود بتاعي. الناس كتير بتفكر كده لدرجه بتفكر تترك اشغالها. فهل نشجعهم اوكي اتركوا أشغلكم تمام. <applause> 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 اوكي. طيب. طب طيب خليني اكمل حاجه م. في فكره الاسمار اللي كنا بنقول فيها وهجاوبك على السؤال ده على طول. آه واحنا بنتكلم بصي في ايه الرب قالها في ثلاثة 13 م. اللي هو بيقول ايه؟ الف مثل الكرام. آه قال له في شجره في المثل ده بيقول كده الرب انا جيت ثلاث سنين اطلب سمر ولم اجد فاقتحها لانها تبطل الارض لماذا تبطل الارض انا عايزه اقول بس هنا ان الرب في المثل ده بيقول ان الشجره دي هو احنا يعني هو بيدي مثل عن البشر فدي ده مثل رمزي فانا كشجره مغروسه عند مجاري المياه زي ما المزامير بتتكلم عننا الطبيعي بتاعي اني بعمل ايه بطلع سمر طب لو ما طلعتش سمر لاي سبب بقى خليني اقول اصلي مكتئبه اصلي اتحطمت اصلي عايزه مستوى معين من الاشغال اصلي انا بصراحه ما كنتش انزل اشتغل في الحاجه اللي بحبها وفي الحاجه اللي درستها وفي الحاجه اللي ترضيني انا مش هعمل كده فانا هقعد في بيتنا بكرامتي رجلي على رجل اوكي ومش هنزل وخليني أختي انجي احط معاك جمله تانية بتتقال كتير وسنين بسمعها لدرجه انا عندي علامه استفهام عليها، مش بتعلم حاجه جديده في شغلي. اه طب ايه اللي منتظره؟ طب انا اتعلمت كل التاسك خلاص كل المهام اتعلمتها آه. وخلصتها، فايه اللي منتظر اتعلمه جديد؟ آه. وهل انا داخل عشان اتعلم؟ رائع السؤال ده. لا انا داخل عشان اثمر. اوكي؟ فانا موجود بركه يعني ابارك واثمر واؤثر واوسع العمل بتاعنا والشركه بتاعتنا وافيد الناس اللي بتستفيد بالمنتج او ايا كان ايه نوع شغلي وزي ما قلت لك انا طبيعتي كده فملهاش دعوه خالص بقى بهي على مزاجي جاي على هوايا الناس هنا بيعاملوني كويس قوي بصراحه دي كلها حاجات هتيجي هذه كلها تزاد لكم بس انا هناك بعمل ايه انا هناك لاني كده انا م. هطلع الحياه اللي جوايا هتثمر وهتتلمس في شغلي حتى لو كانت ملفات حسابية مم. حتى لو كانت أمور مش بتعامل فيها مع عملاء خالص لو أنا كل شغلي على الجهاز على الكمبيوتر فمش بقابل ناس وجها لوجه حتى لو ده طيب لو جيت في وقت زي ما أنت بتقولي في ناس تقول خلاص أنا وصلت لحد آخر حاجة هنا مم. فمش هترقى تاني يعني, يعني دي آخر حاجة فأنا عايز أروح في مكان عشان أفضل أترقى 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 عارفة مم. إيه اللي ورا ده؟ القيمة والمقدار السيلفستي. هو هو بيحسن بيحقق نجاح وقيمه لما بيكون في الدرجه السته وبعدين بيقفل في الخمسه وبعدين بقي الاولى وبعدين طلعت مدير عام وبعدين كذا وكذا وكذا في ناس لما بتقرب من سن المعاش تلاقي عندك اكتئاب نفسي مش عشان هتطلع معاش لا عشان الدرجه اللي هتطلع عليها مش معقول تيجي تتكتب آه انا عايز تكتب مثلا مثلا يعني اي كل واحد شغله آه على آه مدير عام على المعيش او 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 رئيس مش عارفه إيه, ايه ايه ايه, كذا 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 وبيستمد قيمته من هل دي قيمتك؟ واو ده صح رائع يا اترقى ده الطبيعي بتاع بتاعي اللي بيحصل بس هي الفكره ان دي مش قلبي دي مش رؤيتي دي مش الحته اللي سحباني مش هي دي اللي لو ما تحققش يا انا مارست ايماني وعايز زي ما حصلش كده مش هي دي مش هي دي دي طبيعيه تجري وراك زي ما انا وانت كنا بنتكلم في الفاصل يا كريستين فاكره كنا بنقول ايه؟ تتعقبني انا عاده انا اقولها كده هي اللي بتدور عليا صحيح الخير ورحمه يتبعنا ولما موسى قال ان الرب قال كده لو انت عملت اللي مكتوب في هذا الكتاب في الشريعه زي ما بستر قال في الفاصل اخر حاجه قالها لو انت عايز تبقى ناجح كلمه الله مش هتعرف yes. غير بعيد الكتابه اللي مكتوبه عنك ف... فالطبيعي العادي اللي هيحصل البركات هذه الكتاب تعمل ايه تدركان yes. يعني انت تجري ورايا وتمسك في ديلي وتشدني <applause> <applause> البركات تعمل كده yes. طيب ايه اللي بيحصل بقى اللي بيحصل العكس لما بيكون قيمتي في اني وزهقت من الشغل ده عشان مفيش ابدع من كده هوصل لايه يعني بعد كده وهي دي قيمتي هنا عارفه ايه اللي بيحصل؟ تجري مني اه زي ما قال سفر الامثال بتركب اجنحه وبتطير. <applause> العكس هو الصحيح <applause> لما اوريدي عندي الاستحقاق الداخلي نتيجه اني انا فاهم ان انا, إن أنا كده هي اللي بتنجذب الي بتروح جيالي من غير ما اتعب ومن غير ما اجري ورا ومن غير ما اكلم ناس ومن غير ما اقعد ابذل مجهود ده يمكن حتى مش بصلي لها. <applause> ليه؟ لانها صور محطوطه جوايا وانا بعمل ايه بقى؟ زي مزمور 40 اخبرنا واتكلمنا بها. <applause> يبقى اذا مش دي فهي بتحصل لي لوحدها. فدي كلها من الحاجات اللي انت حكيتي عنها اللي هي فكرة دي فكريني بقى بالسؤال سؤالنا سؤال الحلقة نفسه لو انا آه شغلي اللي بشتغله المقابل المادي منه مش قد المجهود اللي انا ببذله اه مش قد المجهود اللي انا ببذله هعمل خطوات خليني اقولها لك وبعدين فكريني في حاجه عايزه اقولها قبل ما نقفل <applause> طيب بس. اولا هنعمل ايه هعمل الخطوات اللي احنا هنرجعها دي مع بعض بالظبط خلي عندك عقليه الملوك وليست عقليه العبيد عقلية الملوك بتقول ايه؟ بتقول انا كل حاجة جوايا واستحقها وهتجيني هتجيني، دي عقلية الملوك لأني ملك فالشيء الطبيعي انه لما إن امشي في مكان يحترموني، انا انا ملك، عارفة حتى لو الملك لبس مقطع بيبان عليه انه ملك. بيبان عليه. فاذا في عقليه في طريقه تفكير بتاعت الملوك دي تختلف عن طريقه العبيد. العبد بيعمل ايه؟ لو ما اشتغلتش مش هاكل. مم. لو ما عملتش سيدي هيطردني. لو ما سويتش كذا ما ينفعش هتعاقب ده ايه؟ دي العبيد. مم. فلا انا اسلك كده ولا عيالي اربيهم على كده. يبقى دي اول حاجه شيلها من تفكيرك وانت بتشتغل. فانت مش شغال عبد فبتقول مم. بشتغل واللي بيجي لي اقل من شغلي يبقى اللي هو بيقيم ده ده انا ملتزم بده عشان انا عايز ده بالظبط غير الطريقه دي مم. انت ملك والزياده والوفره مش هتجيلك من شغلك الزياده والوفره هتجيلك لما تتجه لدرج الكتاب وتعمل كل الخطوات اللي حكينا عنها النهارده في الحلقه يبقى طريقه تفكير وطريقه حياه هتجذب مم. اليك ده يبقى دي اول حاجه لازم تصلحها في تفكيرك مم. تاني حاجه خليك متميز يعني وانت في شغلك اعمل كل حاجه رائعه بحب الايه لما بيقول كده الكتاب ان مهما عملتم حتى لو اكلتم او شربتم اعملوا الكل من القلب كما لله فده القانون بتاعي ما انا عايش بما جاء في درج الكتاب مم. فده مملكتنا بتقول كده فاذا انا بكون متميز جدا طبعا تحت التميز ده لو في كورسات انت محتاج تاخدها علشان شغلك يبقى احسن خد الكورسات دي ايا كانت في اي اتجاه فني في الشغل بتاعك اه نمي نفسك خليك متابع اخر الاحداث واخر الحاجات اللي تساعدك لكن ما تاخدش كورسات تشتغل على نفسيتك وذهنك نفسيتك وذهنك من كلمة لكن الامور الفنيه اللي في الشغل اه هاتها هاتها ادرسها وخدها وخليك متميز اجتهد خرج المجد اللي جواك اشتغل بأمانة زي ما اتفقنا للرب طيب اعمل ايه طور نفسك في كل شيء خليك متطور يعني بمعنى اصح ما تبقاش بتدور بتلف حوالين نفسك بصي في مشكلة عند الناس اللي مش عندهم عقلية الملوك بيبقى كل حاجه ضايق بيدور حوالين نفسه يعني ايه عيوبي ايه فشايف عيوبه شايف مم. عيوبه شايفة اه اصلا انا كذا اصلا ما بعرفش احفظ لا اصلا انا مش بعرف اتعامل مع الناس لا اصلا انا خجول لا لما بيطلبوني في الاجتماع ويقولوا لي قدم برزنتيشن انا بطلب اخو لا ما بعرفش اقول كذا يعني لأ بيدور حوالين نفسه او العكس ده انا عندي امكانيات ده انا كذا ده انا بس مضطهد اه انت عارفه اصلي عندنا في الشركه كل تفكيرهم في البنات بصي البت تيجي لابسه عامله كذا كذا أصلي أنا راجل فهي شايفة العقلية فهو بيلف أنا ضحية أنا كذا البيئة اللي أنا فيها كذا المدير بتاع الشغل كذا أو أن أنا مضطهد حتى لو فكرة فكرة دينيا يعني عشان أنا كذا أصلي أنا مؤمن أصلي أنا أمين أصلي أنا مش بمشي بكذا أصلي كذا حطم بقى الدوران حوالين نفسك ده وسع نفسك خليك عالي ومتطور، افهم انت مين في مملكه الله، احنا في المملكه مش كده خالص على فكره، احنا بنكلمكم عن كلام بنعيشه. يعني طلبه وبتعرف تشتغل وتنتج، ناس اتخرجوا وبنستضيف ناس وهنجيب ناس، احنا بنتكلم عن كلام عايشينه، مش بنتكلم عن كلام كده وخلاص. فافتح المدارك بتاعتك وطور نفسك وما تقعدش تلف حوالين نفسك، كمان خليني اقف عند الحته دي لحظه اختي إنجي اخت انجي هتكملي يعني باقي الامر طب ما ده يمكن بيحصل مع بعض الاخوه والاخوات يعني لانه كتير من المؤمنين بيسمع كلمه الله يحس انها بين قوسين كده مش للكل ايوه اه معقولة انها للكل يعني برضو صح يعني اديكي حطيتي ايدك اهو ما هو في اسباب مضيعاني لا اما فصلت نفسي مش للكل لا اما هي روحيه ملهاش دعوه باللي لأ اما إيه مصدق قوي قوي او حلوه قوي قوي بس ارجع اعيش حاجه تانية لاني لم اتدرب مم. في تدريبات اسمها تدريبات التقوى تدريبات البر تدريبات الحياه بتعقل مم. دي تدريبات انا محتاج اعمل ايه محتاج اخد اللي بسمعه واللي بتعلمه اعمل عارفه لما كنا في الجامعه بيدونا نظري وسكشن عملي مم. فانا محتاج انقل اللي باخده بسمعه في التعليم وفي الكتاب اعمل له حاجه عمل زي ما انا وانت قاعدين بنعمل احنا دلوقتي بنعمل ايه للناس بنقول الكلام بطريقه عمليه yes. لكن لو انت فصلت نفسك بقى اساسا قلت اه اه احكوا آه احكوا اه ما اتصلوا مش دريانين بحاجه أو انتوا اه انتوا من العالم اه انتوا بتوع الازدهار ايوه ايوه يعني أيوة انتوا بتوع الرخاء إنت... طب انت عمرك ما تعيش في الازدهار يعني عمرك ما تعيش بس انت فصلت نفسك عن متوقعه ايه؟ لما انا اقول ايه؟ اه انتوا بتتكلموا عن الشفة؟ خلاص لو احنا اللي بنتكلم عن الشفة يبقى ايه اللي هيكون عندك؟ عكس الشفة صح؟ طيب لو أن... لو انتوا بتوع الازدهار والرخاء انا اعتبرت الشفة بعيد عني بالظبط بصي كان هي... هو في الشفة في ضفه وانا في ضفه ثانيه صحيح هي هو ذهن هو فكر الغنى فكر النجاح فكر هي عقليه فعشان كده احنا عمالين نقول علم صح عشان تولد عقليه صح يبقى ما تلفش حوالين نفسك وتشوف نفسك ضحيه الحته اللي كنت هقولها لك هي فكره المنافسه انا ممكن بقى اقعد اتنافس يعني ايه في ناس تحب قوي الشغل اللي فيه مجال منافسه يعني منافسه كده فانا بنجز لما بيكون في تنافس ومنافسه انت لا تنافس الاخرين شفتي ملك بينافس الاخرين بيمشي في في المملكه بتاعته يخرج مثلا على حصانه او على عربيته دلوقتي ويفضل يقول ايوه نزلوني المدينه النهارده ونقولي مثلا اشطر ناس عايزه احس اني ملك يعني مازال كده برضه هرجع اقول متمحور حول نفسه بالظبط ما انا بقولك المنافسه نوع من انا بكلمك على ايه امراض الشغل اللي بتخلي اوقات الناس عايزه تسيب يعني دي اسباب يقول هنا الدنيا ساكنه انا عايزه حاجه فيها عشان انا بنتج لما يكون في تنافس او حد يقول لك ايه انا بنتك تحت ضغط اصل انا لما اشتغل مثلا يعني فريلانسر مثلا بشتغل من بيتي او شغل حر لا لا لا, لا انا ما في الحته دي ليه فلان يقول لازم واحد فوق دماغي انا بنتك تحت ضغط إيه ما كانش حد يقرفني نام <applause> كان نعمل تدريبات الاول بعد كده نشتغل <applause> يبقى اذا كل الاخطاء دي محتاجه ايه؟ محتاجه اعمل تدريبات على شخصيتي بتغيير تفكيري انه اطلاقا انا مش كده يبقى لازم نعرف انا مش في منافسه انا قيمتي مش من الترقيات ولا انا مضطهد ولا انا عقليه الملوك عشان كده قلنا ده زمن الملوك غير كده مش هتيجي الحكايه هللويا <applause> مجد شكرا جدا اخت انجي قد ايه حق كتابي قوي سمين جدا استثمره هاي استثمر كل كلمه أخدتها وكل كلمه أخدتيها استثمر الوقت استثمر القدرات اللي عندك والامكانيات انت مش قليل كونك ملك واول ما تدرك ده هتعرف تخرج الملوكيه لبرا وتقدر تعيش اللي جه عنك في الكلمه نشجعكم تاني في حاجه يس yes. سوري آه. لا خالص قلت <applause> انجي آه. بقى اكون امينه ان خلصنا كل اجابه السؤال انه بعد ما عملت كل الخطوات اللي قلناها دي واشتغلت على نفسك من حقك تعمل بعض الحاجات من حقك تروح للاداره وتطلب انه ايه المشاكل اللي انت بتقابلها وتقول انا استحق كذا لو في فعلا في حد مكانك او او فعلا في الشغل بره في ناس شغلك يستحق الحاجه الفلانيه، يعني ينفع تاخد الاجراءات القانونيه الطبيعيه بس بعد ما تكون عملت اللي فوق ده كله. بعد كده لما تكون رحت وطلبت وعملت وسلكت بالمحبه وعملت كل ده لازم يكون في رعايه اللي هو الكوتش لايف زي ما قلنا في حد ماشي معاك في حياتك بيدربك، روح الجا واعرض عليه الملف وتكون ماشي معاه ان قال لك انه جه الوقت انك تتنقل وتروح مكان تاني وتدور على شغل تاني وغالبا ده اللي هيكون كبر جواك والروح القدس حطه جواك فان قال لك كده اوقات بيكون ده جه وقته انه يحصل كده بس انصح الناس ان ما تعملش ده من اول مره يعني دي مش الخط اللي تسلكه من الاول ده تاخده بعد الخطوات كلها اللي احنا قلناها سوري بس عشان بعد <applause> خالص <applause> عشان نبقى قلنا اجابه شكرا جدا <applause> آه، نأكد عليك امشي على كل خطوة كل كلمة انت سمعتها امشي الخطوات كنت تحت حد كنت تحت تدريب قد ايه ده هيفرق في حياتك وتعرف تعيش الكلمة صح شجعكم تاني ان انتوا تدرسوا كيف تكون ناجح ومثمر في الارض والازدهار هيكون فيها اجابات كمان مستفيدة جدا عن كل تفصيلة احنا حكينا عنها جوه الحلقة او ممسكناهاش كنقط وباستفاضة اكتر الحق الكتابي مش مجرد كلمات الحق الكتابي هي كلمة الله تعيش هي الله ذاته ينفع يبقى حياتك زي ما كانت بتشرح لنا أخت إنجي ملوك وكتابة ملوك وكتابة ينفع تعيش بالكامل كل كلمة بتتقال عنك الحياة الروحية مش خيال ولا هي وهم الحياة الروحية هي دي الحياة الحقيقية الثابتة البقية إلى الأبد نراكم في ملء البركة الخميس القادم الساعة 7 مساءً